على أخبارنا المحلية، بولاية أم البواقي طالب سكان حي مزياني السلطات المعنية بتسوية العقود الإدارية لسكناتهم في أقرب الأجال بعدما تأخرت طويلا ما منعهم من ممارسة حقهم في التصرف في ملكيتهم. التغطية لعبد الرزاق نزار. هي هذه اللي رانا فيها. نطالب بالهيئة اللي هي الوالي المعنيين بتسوية السكن. علاه؟ خاطر احنا رحنا للإدارات كمان، رحنا للبلدية للدومين، رحنا لهم كل عطينا لهم، قال لك التسوية تاعكم راهي عند الوالي. احنا نطالبوا بالقرار هذا 1508 هذا يطالبونا على الأقل واحد يسوي الدار تاعو. درنا قطع مراسلات وما كانش سما حاجه كيما نقولوا احنا اللي تكون كيما نقولوا احنا يطبقوها هضره برك وعود، سما ماذا بينا نكون يطبقون الوعود هذه في على امر الواقع. الحي هذا راهو قديم وحنا رانا ماناش نزحنا ولا احتلينا البلاصه هذه، ولا احنا رانا من جد 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 جدنا الاول وحنا ساكنين في البلاصه هذه. ما عندنا والو للضرك التلاخر الوراقي كلهم عندنا. ما احناش بناء فوضوي، وحنا على ولاة بلاد سيد الوالي. الاخر نطلبوا منك تسوي لنا الوضعيه هذه اللي هنا.